هيدا مبيض طبيعي وهيدا مبيض مع تكيس أو منسميه PCOS. لما نشوف بويضات صغيرة متجمعة بهالطريقة هيدا دليل إنه في مشكلة بالإباضة. إذا بدنا الدورة تنزل بانتظام لازم نتأكد إنه الإباضة عم بتصير. شو منشوف بالفحص أو بتحليل الدم؟ أنا بهمني أعرف شو عم بيقول الدماغ للمبايض. هرمون الـ FSH هو المسؤول عن نمو البويضة، والـ LH هو يلي بفجر البويضة تيصير عندي التبويض. بس إذا عندي الـ LH أعلى من الـ FSH بمرتين أو أربع مرات، هيدا بيعني إنه الدماغ عم يصرخ للمبايض تيشتغلوا، بس المبايض ما عم ترد. وإذا الـ LH ضله عالي، المبايض بتبلش تطلع تستوستيرون زيادة. هون بتبلش الحلقة المفرغة، كل ما زاد الـ LH زاد التستوستيرون والإباضة بتنخنق. وين بيدخل السكر بالموضوع؟ إذا عندك أنسولين عالي رح يزيد الطين بلة ويخربط كل هالدورة الهرمونية. هلأ لازم أعرف هل عندك مقاومة أنسولين؟ طيب شو بفحص؟ إذا كان مستوى الأشباع أنسي فوق 5.5، دهون الثلاثية أعلى من 150، بعاني من كبد دهني، عندي أنزيمات الكبد عالية يعني ALT وAST عاليين، عندك شعر زايد، حب الشباب، تساقط شعر، لازم نعرف مصدر هالهرمونات الذكورية من وين. هل التستوستيرون جاي من المبايض أو من الغدد الكظرية من الـ DHEAS؟ وباقي الفحوصات كمان مهمة مثل فيتامين D على الأقل بين الـ 44 و 48 نانوغرام بر مليليتر. البرولاكتين عالي أو لا، إذا كان عالي بيمنع الإباضة. الفيريتين إذا كان واطي ممكن يكون في نقص بالحديد. CRP مؤشر التهاب، إذا فوق 3 ممكن يكون في التهاب مزمن. TSH الغدة الدرقية عم تشتغل صح أو لا. خلاصة، ما رح نحل مشكلة تكيس المبايض قبل ما نصلح مقاومة الأنسولين. إذا بدك تعرفي كيف، شوفي باقي الفيديوهات يلي بحكي عنها عن تصليح مقاومة الأنسولين خطوة بخطوة. رجعي التبويض، نظمي الدورة وتخلص من الـ PCOS. بشوفك مرة الجاي.